خد البطوله الخامسه. طيب نشوف كريم الاول، نهتم الاول باخبار النادي الاهلي وبعد كده نتكلم في الاخبار العالميه. كريم اهلا بيك. بعتذر طبعا كابتن ميدو، اكيد بكل المشاهدين. اهلا بيك يا كابتن ميدو. طبعا زي ما بنطمن كل جمهور النادي الاهلي، البدايه ان شاء الله البطوله الافريقيه، يمكن زي ما بنقول بعض الظروف كده للعيبه النادي الاهلي، الاصابات الكثيره جدا خلت النهارده القائمه تتكون من 16 لاعب في قائمه النادي الاهلي نظرا للاصابات وعدم قيد بعض اللاعبين. لو بنستعرض القائمه سريعا يا كابتن ميدو: شريف اكرامي وعلي لطفي وهشام محمد وايمن اشرف، عمرو السوليه، كريم ندفد، محمد شريف، وليد سليمان، نصر ماهر، احمد حمودي، ميدو جابر، سليف كولوبالي، واسلام محارب، مروان محسن، محمد هاني، وحسام عاشور. من الاشياء اكيد المطمئنه والاشياء الجيده جدا بيعود لنا من جديد حسام عاشور. كان في طبعا بعض التساؤلات عليه خلال الايام الماضيه، هل حسام عاشور هيكون متواجد مع فريق النادي الاهلي؟ بالفعل حسام عاشور بياكد جاهزيته، كان في تدريب مميز جدا امس والنهارده كمان، خد جرعه تدريبيه بالكره مع تقسيمه مع الكابتن محمد يوسف. النهارده بدا التدريب بمحاضره فنيه داخل ملعب مختار اتش، استغرقت 15 دقيقه، اكيد كان فيها كل التحفيز وكل الاهتمام بالبدايات. لابد تكون البدايه قويه للنادي الاهلي، المفاجات وارده جدا، وزي ما احنا شفنا فريق اول اغسطس بيخرج في الادوار الاولى، لكن النادي الاهلي مركز بشكل كبير جدا، وزي ما قلنا الظروف دي بتخلي في دوافع كبيره كابتن ميدو لكل لعيبه النادي الاهلي. أكيد كل لعيب يكون متواجد باذن الله يؤدي اللي عليه في هذه المباراه. لسه عندنا مباراه عوده، وبيأكد على طول الكابتن محمد يوسف من خلال احاديثه ان المباراه 180 دقيقه مباراه اولى بتكون عندنا هنا، ثم مباراة بتكون اثيوبيا، وفي تجهيز كبير كمان من الكابتن سمير عادلي المدير الاداري لفريق النادي الاهلي على المباراة العودة باذن الله. لكن لو بنتكلم كمان على المصابين، النهارده في بعض اللعيبة كانت بتأدي بعض التدريبات بشكل منفرد جدا على رأسهم مثلا احمد فتحي والشناوي وعلي معلول. علي معلول يمكن خلاص دخل في بعض التدريبات بالكرة، في بعض اللعيبة هتعود سريعا ان شاء الله كابتن ميدو على رأسهم علي معلول. سعد سمير لسه يمكن اربع اسابيع وممكن كمان يمتد الموضوع شويه، لكن احنا بنتمنى ان شاء الله كل اللعيبه باذن الله تعود سريعا للقائمه وتعود سريعا للمباريات. في تلاحم كبير يا كابتن ميدو زي ما انت عارف في المباريات، لكن همنا الاول والاخير طبعا هي البطوله الافريقيه. تمام. النادي الاهلي يا كابتن مباشره للاسكندريه للدخول في معسكر مغلق 48 ساعه. يمكن كان الكابتن سيد عبد الحفيظ فضل ان يكون طبعا السفر قبل المباراه بيوم، وكمان يكون في تدريب على الملعب الرئيسي ملعب برج العرب. الامور يمكن ماشيه الحمد لله حتى هذه اللحظه بشكل طيب جدا لفريق النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله جمهورنا اللي هيكون متواجد كابتن ميدو في المدرجات باذن الله يكون السند والدعم الحقيقي ومؤازره النادي الاهلي ان شاء الله في اولى مبارياته. وانا معاك كابتن ميدو لو فيها استفسار. يعني كنا بنتكلم يا كريم مع الساده المشاهدين ان حسين عبد الدايم النهارده قاد الفريق في 20 دقيقه من الاحمال البدنيه. كان شكلها ايه الاحمال البدنيه، وهل كل اللعيبه خدت نفس الاحمال ولا كان في احمال مختلفه كل لعيبه على حده؟ يمكن بالفعل كابتن حسين عبد الدايم طبعا اخطاء التاهيل، واللي يمكن كان بيقود تدريب النهارده 20 دقيقه حمل بدني، لكن مش حمل بدني عالي النهارده الجميع شارك، لكن الكابتن يوسف النهارده بالتحديد فضل ان هو يبقى في فصل تام للعيبه المقيده في القائمه الافريقيه اللي هتكون متواجده معاه، وكل اللاعبين الغير المقيدين حب ان هو يفرض تركيز كبير وحب ان هو يضع المجموعه في تركيز كبير. النهارده الكابتن يوسف كان بيعمل بعض الكرات العرضيه، كان مركز بشكل كبير جدا على الكورسات. النهارده شفنا محمد هاني وسليف كولبالي في خط الظهر، يمكن ده من الواضح ان بنكون متواجد محمد هاني يلعب في مركز المساك. شفنا كريم ندفد بيلعب باك رايت، النهارده مش هنقدر نقول تكتيك، لكن النهارده نقدر نقول الكابتن محمد يوسف كان بيحاول ان هو يضع كل اللعيبه في تركيز شديد، واللعيبه المقيده بالتحديد في القائمه الافريقيه الظروف بتحتم عليه بشكل كبير جدا ان هو يدفع بعض اللعيبه مش في مكانها على راسهم. ما فيش غير هاني طبعا، هاني وكوليبالي ما فيش غيرهم للاسف. ميدو ظروف هم طبعا مش للاسف ان هم اللي موجودين، هم اصلا رجاله يشيلوا اي او يسدوا في اي مكان، لكن للاسف ان هم دلوقتي كل عدديه في مركز المساك. بالظبط يا كابتن ميدو 16 لعيب، هيكون 11 لاعب في الملعب، خمسه هيكونوا على دكه البدلاء منهم علي لطفي. هيبقى الامر يمكن مش بنقول صعب شويه، لان لعيبه النادي الاهلي عندها القدره وعندها المسؤوليه وعندها روح الفنان الحمراء ان شاء الله ان هي تكون البدايه موفقه لينا رغم كل الظروف اللي محيطه لينا من اصابات وغيابات وظروف محيط فريق النادي الاهلي، لكن حاله التركيز شايفينها في الملعب. اللعيبه خلاص يمكن حط هدف قدامنا باذن الله. الجمهور اللي هيكون متواجد يا كابتن ميدو بناكد عليه هيكون ليه دعم كبير جدا وهيبقى لسند كبير جدا للنادي الاهلي. النادي الاهلي محتاج جمهوره في البدايات، وزي ما قلنا المفاجات وارده في كره القدم، لكن النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله البدايه تكون موفقه ومباراه العوده امان تكون موفقه باذن الله ليه. ان شاء الله يا كريم تكون بدايه موفقه فعلا، ان شاء الله نحسمها من برج العرب. كريم احمد زميل العزيز شكرا جدا على هذه التغطيه المميزه. بحب اجيب لك كريم بيطمننا على اخبار الفريق اول باول، زي ما قلنا 16 لاعب في القائمه
دي الظروف اللي محمد يوسف فيها، لكن احنا بنقول دايما رجاله الاهلي في اي زمان وفي اي مكان.